عارف يا ده يا اشرف، جدك نظيم باشا ده جواه حاجه. ما اكيد جواه حاجه، حاجه عظيمه ومحترمه، رجل وطني ومناضل. لا 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 لا، مش قصدي على كده. انت تحس ان هو مجنون مروش، يعني راكبه عفريت عنده ربع ضارب. جرايا خاله، انت هتخبط في الباشا ولا ايه؟ ده لو سمعك سوف يفعل بك الافاعيل. يا ابني افهم، يا ابني يا ابني افهم، والله الراجل ده جواه حاجه. اني واحد يعني باشا، ارض وعربيات واطيان وخدم وحشم وعيشة الملوك دي كلها، ويسيب الكلام ده كله ويروح يمشي في السكه اللي يعلم بيها ربنا، دي سكه مش عارف مقاومه الانجليز وبتاع وقرف ايه ومدرك ايه وبتاع، دي سكه اخرتها حمل المشنقه. الله، حاجه غريبه. عارف انا لو مكانه عيش باشا، عيشه الباشوات كده، هتجوز اطلق اروش اروق استمتع، يعني مش اروح ارمي نفسي في سكه كده، يعني دي سكه سودا اخرتها سودا. اني بني ادم عاقل يا جدعان يعني يسيب سكه النغنغه ويروح برجله سكه العكننه؟ عشان اللي زي جده نظيم دول عندهم مبادئ، بالنسبه لهم الفلوس وسيله يعيشوا بيها مش هدف يعيشوا عشانه. تقعد مالك قلبت على اسمه ايه، بروفيسكي ده اللي بيكتبوا كلامه على فيسبوك؟ انا بقى استفدت منك ايه دلوقتي بقى؟ بقول لك ايه، انا عايز الزتونه، هات لي الخلاصه. بص يا خالو، بصينا يا سيدي، في ناس في حياتنا اهم حاجه عندهم كرامتهم، هم يعيشوا راسهم مرفوعه كده، مش بيفرق معاهم بقى فلوس غنى من فقر، اهم حاجه يكون يعيشوا احرار كده اهوت وكرامتهم محفوظه. جد نظيم واحد منهم. لا 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 لا، جدك نظيم ده غلطان على فكره بقى، وانا هبرمجهولك برمجه صح. اول ما اروح معاه اقعد ابرمجه برمجه صح. اما كنت اخليهولك باشا معلم، ما بقاش انا. تروح معاه فين؟ القهوه يا فالح. الله، احنا رايحين القهوه، تيجي معانا؟ والله فرصه، العيال صحابي قاعدين هناك، هروح اقعد معاهم شويه. طب يلا خلاص اجهز، يلا بينا. ماشي، جاي وراك.